طيب اوكي، يبقى قلنا كان مين حد بيحل كان معايا؟ مين مين كان بيحل معايا؟ اللي كان بيحل معايا جفريزو مين؟ ها مين مين يا شباب؟ طيب ماشي، مش مشكلة. طب يلا يا لوجين حسام، بما انك ما جاوبتيش يلا. ها جيف ريزو. Dolphins have sharp sensory organs. ني give reason. هي لولو عارفة ولا مش عارفة؟ مش أساعدك؟ عارفة. أساعدك؟ حاضر. طب دلوقتي طب احنا ذكرنا الدولفين في المنهج عندنا في ايه طيب؟ احنا ذكرنا الدولفين عندنا في ايه يا لولو؟ ها؟ في الايكولوكي؟ الايكولوكيشن صح ولا غلط؟ اوكي حلو قوي. يبقى صح. علشان الايكولوكيشن دي يبقى عنده شارب سنس اوف هيرينج، تمام؟ يبقى بيقول لي ليه عنده السنسوري اورجانز، الاورجانز فيه عنده قوية ليه؟ بيكوز عشان هو عنده ايه؟ it has sharp، ها sharp sense of ايه؟ of hearing، صح كده؟ تمام. ها to make عشان يعمل ايه؟ او to use ايكو لوكيشن، تمام. طيب ماشي، حلو قوي. تعالى احل معاكم الاوردر ده، تعالى نرتب. بيقول لي اوردر ذا فولوينج ستيتمنتس ذات الستريت، اللي بيوضح هاو رابتس برين، ازاي وفخ الرابت بروسيس رانينج اواي فروم ذا فوكس، ازاي بي ايه بي بي مخ الرابت بيترجم ان هو هيجري من الفوكس. خلاص نشوف بقى الحاجات المكتوبة. أول حاجة the rabbit's brain process information، أول حاجة الرابت بيعمل process information، ولا الرابت nerve send signal to the brain إن أصلا الرسالة توصل للبرين، ولا الرابت brain send signals to feet muscle إن البرين يبعت رسالة للرجل، ولا أول حاجة إن الرابت saw a fox، الرابت يشوف الفوكس أصلا moving toward it. ها أختار واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة في الأول؟ أنهي واحدة أختارها في الأول؟ أنهي واحدة هتحصل الأول؟ ها شباب، برافو يا هاجر. مين تاني غير هاجر؟ برافو. اول حاجه برافو يا ياسين وإلودي، برافو. لا ركزي يا اسماء، دلوقتي انا اصلا هجري من حاجه، هجري من حاجه يبقى لازم اشوفها الاول. يبقى اول حاجه ان الرابت شاف الايه الفوكس، يبقى دي نمبر 1، تمام. طيب حلو قوي. بعد كده اول ما شافه ايه اللي هيحصل؟ الرابت هيبروسيس الانفورميشن، ولا النيرف هتبعت للبرين، ولا البرين هيبعت للرجلي؟ ها برافو اكسلنت. يبقى دي تاني واحدة، ان الرابت هيبعت للايه send signals to the brain. طب لما وصلت السيجنال to the brain، البرين ال 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 الرابت brain process information، ولا البرين هيبعت للرجل على طول؟ برافو اكسلنت. يبقى process ال information. رابع حاجة الرجل ايه حصلت؟ يبقى اول حاجة الارنب شاف الايه الفوكس، بعد ما شافه عمل ايه؟ ها بعد ما شافه راح ايه، راح النيرفس بعتت المخ وقالت له الحد في حاجة ايه، في حاجة قدامي، تمام. طيب بعد كده ان البرين هيبدأ يعمل بروسيس للانفورميشن، تمام، هيبدأ يقول ايه، اه ايه ده انا المفروض ايه اجري، فبعد كده هيبعت رسالة للرجل يقول له ايه اتفضل ايه اهرب. ماشي طيب زي الفل. يلا يا نمبر 1، اميلك بتحل معايا. ملك، ملك تقريبا، لا لوجي، لوجين، لوجين، لوجين موجودة مش موجودة؟
لا الوجوه موجودة اهي. raise your hand اللي شاين. برافو، يلا نمبر 1 يلو شاين. In an animal, if the reaction time is long, so that the animal. In an animal, if the reaction time is very long, لو الوقت اللي خده طويل, so the animal, ها الوقت اللي خده طويل عشان ينط, يبقى ال animal ده will survive, هينجو. ها طيب, will reproduce, هيتجوز ويخلف كده. هتبقى دي دي will reproduce يعني اتجوز ويخلف, ايه علاقتها بالجارية دلوقتي؟ اذا كان هو دي دلوقتي دي حد هياكله, طب هو كده بيقول لي بالران كويكلي هيجري بسرعة. طب ما انا بقول لك الرياكشن تايم الطويل, الوقت اللي خده عشان خاطر يجري من الحاجة لخطر طويل, يبقى سي ان هو كده هيبقى risk of extinction, يعني ايه معرض للانقراض لما يكون حيوان بطيء في الحركة بتاعته وبطيء في سرعة الاستجابة ان في حاجة جاية خطر عليه. يبقى كده ده كده ممكن من كتر لو حيوانات كلها بنفس الفصيلة بنفس الطريقة دي كده ممكن تنقرض. واضحة يا لوشاي؟ واضحة حبيبي؟ ماشي يا قلبي. طيب عدي او صهيب موجودين؟ عدي أو صهيب؟ عدي أو صهيب اختفوا. طيب ماشي مش مشكلة. مين جودي محمد, انت حليتي مرتين مظبوط كده ولا ايه؟ أي ميس تمام. لورا عمرو. لورا عمرو ماري ميس يلا يلا يا لورا نمبر ذا 2. نيرفس سيستم هم بلايز ان امبورتنت رول ان هم ال nervous system plays an important role in ايه؟ ال nervous system بيلعب دور مهم في ايه؟ obtaining energy from food, اجيب ال energy من الاكل. لا طيب ماشي. طب obtaining energy from oxygen. ها اجيب ال energy من الاكسجين. طب لو مش لا عارفاها, طب absorbing food from small intestine, امتص الاكل من ال small intestine. لا طيب respond to different stimuli يعني استجيب لمؤثرات مختلفة, ها من بره يعني صح. حاجات تيجي تخبط. برافو صح, اكسلنت, برافو يا لورا. يلا يا سيف احمد. سيف احمد نمبر 3. If the sensory receptors in the tongue are damaged completely. completely, ايوه this person's ability to taste food will ايوه السنسور ريسبتور اختفت تماما تماما. تمام. ثواني ثانية واحدة, ثانية واحدة شوية, ثانية عشان أنا تقريبا بعت في جروب ونسيت جروب تاني. لحظة واحدة, يعني اختفي ديسابير يعني اختفي. ها هم هتكون الإجابة تعتبر ديسابير. برافو اختفت, جميل. طيب اوكي الناس بس بتخش تاني. طيب حلو جميل. طيب عدي عدي مس مذاكر الاول يا عدي, بس في شوية مذاكر. يعني مس أنا عارفة وفي شوية لأ يعني طيب عارف ساعات ليه بسهل ده مش بتعرف عارف. تكبر؟
طب انت تعرف ليه هي بتكبر الصوت في ودنها؟ مش كنت حاضر معانا المرة اللي فاتت؟ كان عندها ايه؟ فين؟ انا كنت مع حضرتك في المراجعة المرة اللي فاتت. تمام. طب خلاص انا هحل دي. طيب انا هحل دي وخليك تحل انت الجاي. بيقول لي give reason for، قول لي ليه ال owls can detect، تقدر تعرف و amplify distant sound، وتكبر الأصوات الإيه البعيدة، تمام؟ and direct them to its ears. ليه بتعرف تعمل كده؟ ها ليه؟ علشان وشها كان شبه الطبق وعندها نوع معين من الريش، فهو اللي كان بيخلي وشها عامل كده، تمام؟ وفي ريش عامل كده فبيخلي الصوت على ودنها، تمام؟ يبقى because owls ها has او owl has owls shaped face and special ايه اللي انا كاتباه ده؟ ثانية واحدة. وانا في ايه؟ انا مش عارفة اكتب الجملة ليه. اه بلاش بش and feathers in their head، عشان وشها شبه الطبق وعندها ايه؟ عندها ريش في ايه؟ في وشها، ماشي؟ طيب جميل قوي. اوكي نمبر 1 يا عدي، يلا فين عدي؟ عدي 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 فين عدي؟ اهو نمبر 1 يا عدي. humpback was produce low pitched sound in mating sound season. season. ها ذاكرت الهامباك ويل ولا لا؟ نعم مذاكر الهامباك ويل الصراحة ولا لا؟ لا ما وانت مذاكر يا أخدتهاش. دايما. شكرا، ميرسي ميرسي. قولي يا رودينا. بس أنا ما جبتش غير مرة. يلا قولي، ما دورك اهو. اوكي معلش ممكن تترجميها؟ نمبر 1 الهامباك ويل بروديوس، يطلع لو بيتشيت ساوند ان ميتنج سيزون. اللو لو كان بيعمل لو ليه؟ علشان طب كم ها كم كان بيعمل لو كده ليه؟ احنا بنعمل هي كده عشان نتجوز، صح؟ يبقى ليه؟ نتجوز. طب اعملها لك. لا احنا هون، لا ما احنا هون هنا بيقول هنا ما ينفعش يتجوز. لو عشان الفود، فلو عشان الفيدنج سيزون. مش مذاكراها ليه يا روداينا؟ ماشي يا حبيبي سوري مس. ولا اوكي يهمك. طب حلي نمبر 2. اوكي ها ذا ذا ايه؟ ذا سولجرز اند ديفند، يعني بيدافعوا عن الكوميونتي. ديبند اون ذير ايه سنس؟ ايه السنس اللي بيعتمدوا عليها؟ ايه السنس اللي بيعتمدوا الدولفين عليها النمل؟ ها الدولفين ايه يا النمل حبيبي؟ انت بتقري فين؟ اه ما هقول في النمل اهو يا قلبي اهو. ركزي معايا يا رودان، الله يكرمك حبيبي. مالك يا رودان؟ النمل بيعمل ايه طيب؟ وانا كنت النمل بشرح بي لماي ماذر. كنت بشرح لماي فاميلي انا، صح؟ جميل، حلوة حلوة الحاجة بالانجلش، تحس ان احترام كده. يلا يا شباب
يلا الله هحطها على اليوتيوب زي ما هي. ليه؟ عشان هتشل. ماشي طيب، جميل أوي جميل. ايه بقى مين؟ اوكي. ساندي. ساندي فين؟ ساندي 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 ساندي. اي ساندي. يلا نمبر 3 ساندي. نمبر 3 and on echolocation to find insects at night and that is considered as a behavioral adaptation structural برافو. يبقى ال سوري يبقى الباث تعتمد على الايكولوكيشن، ودي حاجة ربنا ايه خالقها structural، تعتمد على structural adaptation. حلو قوي، عشان بيقول لي ان هو الحاجة دي ربنا خالقها له عنده. اوكي طيب، بس هي هي رخمة شوية بس ماشي. اوكي تمام ماشي. طيب نمبر بي، نمبر بي. مين ما حلش غير مرة واحدة؟ استأذنكم كل الناس ايده، واللي يرفع لي بس اللي ما حلش غير مرة واحدة، اللي حل مرة واحدة فقط هو اللي يرفع ايده. ها الودي انت حل مرة واحدة فقط. طيب ماشي خلاص. اوكي انا هحل. what happens if، what happens if the cane of a blind person، الكين اللي هي الايه اللي هي العصايه بتاعت ال blind person، الراجل الاعمى، picks up echo، تلتقط ايه، تلتقط الايكو، ايه اللي هيحصل اول ما هي تطلع الايكو ده بتاعت الناموس، اول ما هي الايكو يرجع لها تاني، ها ايه اللي هيحصل؟ هتهز في ايده عشان تقول له ايه، تقول له ان في حاجه قدامك، يبقى it will vibrate. اوكي تمام، يلا نحل دي مع بعض، يلا نعمل، يلا مين اول واحد يحلها، البنات ولا الولاد؟ هشوف بقى. ماشي يلا، مين they can fly، خلي بالنا من الفلاي دي ماشي، but cannot see well in the dark، ما يشوفش كويس في الدارك. ها اسهلها لكم، اسهلها لكم، واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ ها برافو هاجر، بنوتة قالت الاول، ها برافو انس، برافو انس ايه ياسين، عاملين يتساووا بس البنات اشطر كده. يبقى مين اللي ما بيشوفش كويس في الضلمة؟ لا ركزي يا جودي، بيقول لك بيطير يا جودي، بذمتك الدورفين بيطير؟ غلط طبعا، يبقى الباتس. تمام طيب نمبر 2، they are rodents، يعني ايه هنا؟ يعني rodents قوارض، عامل زي كانه بيقرقط كده. they have long hind legs، رجله اللي ورا طويلة، ها ها رجله اللي ورا طويلة. انا بحل في نمبر 2 بس، محدش يحل حاجة تانية عشان ما يحسبهالوش غلط. نمبر 2 مين القوارض، مين اللي هو الرودنت اللي رجله اللي ورا طويلة؟ برافو يلوجين، برافو الهودي، برافو سيف، ها 2-1، برافو. لا 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 ماشي، برافو اكسلنت عدي، برافو برافو ياسين، برافو يا ملك، برافو ماشي يا برافو يا ياسين. تمام اوكي، يبقى هنا جيربو. تمام نمبر 3، they are nocturnal bird، عبارة عن ايه؟ طائر with bowel shaped face. ايه ده؟ bowel shaped face. ميرسي، ثانية واحدة. ها واشرب الطبق مين؟ برافو برافو لا البنات اشطر، الولاد طلعوا هم اوت، برافو. نمبر 4، they live in water، بيعيش في الميه، and rely on echolocation، بيعتمد على الايكولوكيشن، يبقى مين؟ اكيد ما فيش غيره، الدولفين. تمام يا شباب، كده خلصنا حل الامتحانات الكونسبت ده. تمام عايزاكم تذاكروا كويس قوي، وان شاء الله احتمال اعمل لكم امتحان عشاء على كونسبت 1 وكونسبت 2. تمام، شرح كونسبت 1 هيكون اللي هو المراجعه بتاعته هتكون يوم بكره، بكره الثلاث، اللي يعرف يحضرها بكره الثلاث، خلاص الثلاث الساعه، ان شاء الله باذن الله الثلاث الساعه 7، خلاص اوكي، عشان بس تكونوا ايه عارفين.
تمام، اللي عايز يحضرها يعني خلاص اوكي. علشان انا عارفة ان في ناس عندها مواد تانية، ولكن عشان دي وقت المجموعة التانية بحيث ان احنا ننجز وقت ونحل ايه في اسرع حاجة. اوكي فان شاء الله باذن الله هتكون بكرة خلاص، عشان نلحق نحل. تمام، لو انتوا كده كده ما حضرتوهاش هنزلها يوتيوب في نفس اليوم بحيث ان تلحقوا تسمعوها، عشان هعمل لكم امتحان على كونسبت 1 و 2 كامل وكبير جدا جدا. ماشي، عشان ايه؟ ها، عشان تبقى الدنيا تمام. لا للاسف ما ينفعش الساعه 5 خالص. خلاص طيب، شكرا جدا. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتبعتوا لي على الواتساب علشان ادخلكم جروب الواتساب الخاص بالماس والساينس والاي سي تي، ويبقى كله تمام معاكم باذن الله. اوكي، اوعى ما تبعتش الفيديو لاصحابك، ولا تعملش لايك، ولا اوعى ما تعملش لايك ولا تعمل كومنت. شكرا جدا، باي باي.